انعدام السيولة يسبب ركود وكساد في الحركة التجارية في الأسواق السودانية. شمال دارفور تحذر من مخاطر انتشار آفة الجراد على المحاصيل. دخول شركات جديدة في مجال إنتاج الذهب في عدد من الولايات. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية من قناة البلد الفضائية. عادت أسعار العملات إلى التراجع النسبي في تداولات الأسواق الموازية بعد أن كانت قد ارتفعت خلال عطلة العيد، وتراجع سعر الصرف إلى ما قبل مطلع مايو الحالي، فيما حافظت على استقراره في الغالب لدى البنوك السودانية. وتراجع سعر دولار اليوم الاثنين في السوق الموازي وسط الخرطوم إلى 570 جنيها في المتوسط، بعد أن كان قد صعد خلال فترة العيد إلى 580 جنيها. كما تراجع سعر بيع العملة الأمريكية إلى 575 جنيها بعد أن كان قد وصل إلى 590 جنيها. وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه أمس وفدا من المكتب التنفيذي للجنة التسييرية للمزارعين بالإقليم، بحث الخطة التأشيرية للموسم الزراعي الجديد في محاور التمويل المبكر والوقود والتقاوى والمدخلات الزراعية الأخرى. ووجه حاكم الإقليم باستكمال التحضيرات اللازمة لانطلاقة وإنجاح الموسم الزراعي الجديد، وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة واللجنة التسييرية للمزارعين بالإقليم. وأشار إلى اكتمال الترتيبات لانطلاقة العمل بالفروع الجديدة للبنك الزراعي بالروسيرس والتضامن والدمازين احتبارا من شهر يونيو المقبل. بحث والي الولاية الشمالية المكلف الأستاذ الباقر أحمد علي مع المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية الدكتور ياسر أحمد ومدير مطار دونغول الدولي الأستاذ محمد مصطفى، بحث سير الترتيبات الجارية لإعادة تشغيل مطار دونغول الدولي وتجهيزه لحج هذا العام والمساهمة في تفويج حجاج الولاية عبر الجو. وأكد المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بإخلاء مركز العزل الموجود الآن بالمطار وتحويله لمستشفى دونغول التخصصي بعد استقرار الأحوال الصحية وتدني الإصابات بفيروس كورونا. حذرت وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية بولاية الشمال دارفور من مخاطر الانتشار الواسع المتوقع لآفة الجراد مع بداية موسم الأمطار القادمة، مما قد يسبب في إتلاف أو يتسبب في إتلاف المزروعات في مرحلة التأسيس، الأمر الذي سيؤدي إلى فشل الموسم الزراعي الصيفي برمته في الولاية. وطالبت المهندس الزراعي صالحة ناجي اختصاصية وقاية النباتات بوزارة الزراعة بالولاية في تصريح صحفي جهات الاختصاص بالحكومة الاتحادية والولائية بالبدء في إجراء التدابير اللازمة للتدخل الفوري لمكافحة الآفة مع بداية موسم هطول الأمطار. اطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على الاستعدادات الجارية لانطلاقة مراحل تنفيذ المشروعات التنموية الممولة عبر القطاع المصرفي بالإقليم. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بوفد مدراء المصارف والبنوك العامة بالإقليم برئاسة الأستاذ عثمان عبد الصادق مدير بنك السودان فرع الدمازين. وقال رئيس الوفد إن اللقاء تناول مجمل القضايا التي تهم الإقليم في مجال القطاع الاقتصادي، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بإنشاء محفظة لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية والمشاريع البستانية، إلى جانب القضايا التي تهم القطاع المصرفي في دفع عجلة التنمية بالإقليم. كما تم مناقشة كافة المشاكل والتحديات التي تواجه المصارف من واقع تكدسها بمدينة الدمازين وضرورة العمل على انتشارها الجغرافي على مستوى المحليات ومعالجة مشكلة الشبكات بالمناطق الريفية.
التقى الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الأبيض المكلف بوكيل شركة سوار بينا للتنمية والاستثمار المحدودة بالسودان، وبحث اللقاء إمكانية دخول الشركة في عملية الاستثمار بتمويل وجلب التمويل للمشروعات الاستثمارية بولاية النيل الأبيض. وناقش الاجتماع بشكل تفصيلي قضايا الاستثمار بالولاية والمشروعات المتاحة للاستثمار بهدف الدخول في شراكات في عدد من المشروعات والرؤية الكفيلة بتمويلها. وقالت الأستاذة امتثال محمد ساتي المفوض العام للاستثمار بولاية النيل الأبيض في تصريح صحفي إنه طرح خلال الاجتماع عددا من المشروعات الاستثمارية الجاهزة لوفد الشركة تمهيدا للدراسة والشروع في إجراءات الاستثمار. امتدح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول نسبة الأداء العالية التي حققها العاملون بالشركة في الربع الأول من العام 2022، والتي انعكست إيجابا على رفد خزينة الدولة بخمسة أطنان من الذهب. وقال أردول خلال مخاطبته معايدة العاملين بالشركة إن الشركة تتطلع خلال النصف الأول من العام إلى تحقيق المزيد من التطور وتجويد الأداء وزيادة الإنتاج بما يدعم مسيرة الاقتصاد ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، منوها إلى دخول شركات جديدة في مجالات الإنتاج في عدد من الولايات وعلى رأسها ولاية جنوب كردفان التي استعادت فيها الشركة السودانية نشاطها التعديني بعد مؤتمر التعدين الذي عقد في أبريل الماضي. أعلنت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية تقديمها الدعم لترشيح جمهورية مصر العربية لنيل مقعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس الأيزو لفترة من 2023 إلى 2025. وقال المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس في تصريح صحفي إن الدعم يأتي في إطار تعزيز تواجد الدول العربية في مجالس إدارات المنظمات الدولية والإقليمية ورئاسة اللجان العاملة في مجال التقييس ليكون لها دور في اتخاذ القرار. وأضاف أن دعم مصر يأتي لما حققته من نقلة نوعية في مجال التقييس والجودة على الصعيدين الوطني والعالمي، مؤكدا دور المنظمة المستمر في التنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية. كشف عدد من المزارعين بالقطاع المطري عن تدني كبير في أسعار المحاصيل خاصة محصول الذرة، وأكدوا وجود مشكلة حقيقية تواجه المزارعين في التسويق. ونبه المزارع محمد جعفر لتراجع أسعار المحاصيل النقدية مقارنة بأسعار الموسم الماضي، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته بنسبة زيادة تراوحت بين 100% إلى 500%. وقال إن سعر قنطار القطن لم يتغير عن الموسم الماضي، وهو نفس أسعار الموسم الماضي، في حين أن تكلفة الحصاد فقط تقدر بين 25 إلى 30 ألف جنيه للقنطار، مشيرا إلى أن سعر محصول زهرة الشمس تراجع إلى 200 ألف جنيه مقارنة ب 300 ألف جنيه للطن الموسم الماضي، مؤكدا تضاعف تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار تقاول المحصول من مليار إلى 6 مليارات جنيه للطن الواحد. خصص صندوقان يديرهما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 19 مليون دولار أمريكي لمساعدة المجتمعات المحلية في جنوب السودان على الاستعدادات للفيضانات الشديدة المتوقعة خلال موسم الأمطار. وأكد المكتب الأموي بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أن التمويل سيذهب إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإعداد وحماية الأشخاص في مخيم بانتيو للنازحين داخليا والمناطق المحيطة في ولاية الوحدة، والتي تعد من بين المناطق الأكثر تعرضا للفيضانات. وأشار المكتب الأممي إلى أنه مع بدء هطول الأمطار في جنوب السودان مرة أخرى، ما تزال مساحات شاسعة من الأراضي في هذه المناطق مأمورة بالمياه منذ موسم الأمطار الماضي، ومع استمرار ارتفاع مستويات المياه في المنبع يمكن حتى الآن للأمطار المحدودة أن تغمر الأراضي الزراعية وتجرف الملاجئ وتؤدي إلى تفاقم الأمراض المنقولة بالمياه، وفقا لتحليل أجراه مركز البيانات الإنسانية.
تشهد أسواق العاصمة الخرطوم استقرارا في أسعار السلع ووفرة وركودا حادا بالحركة التجارية في البضائع وكسادا في الحركة الشرائية، وعزى بعض التجار الركود لانعدام السيولة وعطلة العيد. وأكد رئيس تجار الجملة بأم درمان فتح الله حبيب ركود السوق واستقرار أسعار السلع الاستهلاكية متوقعا استمرار استقرار الأسعار خلال فترة عطلة العيد نتيجة لضعف القوى الشرائية منذ شهر رمضان، مبينا أن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو هو 23,000 جنيه، أما سعر بكد الدقيق فبلغ 7,000 جنيه، وسعر زيت الفول 36 رطلا بلغ 15,000 جنيه. قال نائب رئيس مجلس العمل السوداني بالإمارات ياسر حسن النعيم إن الفارق في أسعار التحويلات بين البنوك والسوق الموازي لن يشجع المغتربين ورجال الأعمال بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك، وأضاف في تصريح صحفي أنه بخلاف الفارق فإن هناك قناعة بأن المغترب غير مستفيد. وقال ياسر إن هناك قناعة أيضا أن هذه الأموال وحتى إن حول المغترب لأجل مصلحة البلاد رغما عن هذا الفارق فإن استخدام هذه الأموال سيكون استخداما سيئا كما قال، وستذهب إلى جيوب أشخاص أو جيوب مؤسسات أو ستذهب إلى جيوب الحركات. وقال إن هذه الأموال لن تصرف في البلد ولن ترى في الشوارع أو لمصلحة الأولاد والأحفاد. انخفضت واردات الصين من النفط الإيراني في إبريل من المستويات القياسية التي شهدتها في أواخر العام 2021 وأوائل العام 2022، إذ هوى طلب شركات التكرير المستقلة بعدما أدى الإغلاق الرامي لمكافحة كوفيد-19 إلى تراجع في استهلاك الوقود بالإضافة إلى زيادة الواردات من النفط الروسي منخفض السعر. وفي غضون ذلك يتجه الخام الروسي نحو الصين في الوقت الذي يواجه فيه عزلة دولية بسبب انخفاض الطلب في أوروبا نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن العقوبات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وأظهرت التقييمات الأولية أن الصين استوردت قرابة 650 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في إبريل الماضي. رصدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 6 مليارات دولار لمجمع الألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين. وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف في بيان صادر عنه أن هدف الوزارة هو تمويل 9 مشروعات للمعادن والفلزات، وتشمل المشاريع التسعة مجمعا لألواح الصلب بقيمة 4 مليارات دولار لبناء السفن ومشروعات في قطاع النفط والغاز والبناء والدفاع ومجمع الصلب الأخضر الذي سيوفر السيارات وتغليف المواد الغذائية والآلات والمعدات وقطاعات صناعية أخرى، وكلا المشروعين قيد التنفيذ كما هو حال مصنع معادن البطاريات الكهربائية بقيمة ملياري دولار. تشهد التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ازدهارا لافتا رغم عقوبات واشنطن المشددة على الجمهورية الإسلامية منذ العام 2018، مع أن حجمها لا يزال متواضعا إذ نما التبادل التجاري بينهما قرابة 55% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع أن العقوبات تستهدف جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني ووضعت البلاد أمام أزمة اقتصادية خانقة. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن أحدث تقارير مكتب الإحصاء الأمريكي تشير إلى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين اللذين انقطعت علاقتهم الدبلوماسية منذ أكثر من 4 عقود إلى 15 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، صعودا من 9.7 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم. وزادت الصادرات الأمريكية إلى إيران في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 7%، بينما سجلت الواردات الأمريكية منها ارتفاعا مضطردا إلى نحو 5 أضعاف ما يقارب 4.7 مليون دولار.
نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن نقابات الشركات المشغلة للطائرات القول إن نيجيريا ستصبح أول دولة توقف حركة الطائرات ابتداء من اليوم الاثنين، حيث أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات جعل القطاع غير مربح حتى إشعار آخر. وهذه تعد أحدث دلالة على تأثير واسع النطاق للغزو الروسي الأوكراني، على الرغم من أن شركة أبوم للطيران اختارت عدم التوقف عن العمل وأرجعت ذلك إلى التزاماتها تجاه العملاء. وقالت شركات الطيران في نيجيريا أنها قامت بتقليص رحلات الطيران خلال 4 أشهر الماضية، ولا يمكنها بعد الآن تحمل التكاليف عقب ارتفاع سعر وقود الطائرات بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 700 ليرة. تراجعت أسعار النفط الاثنين إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح للإمدادات العالمية. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109 دولار للبرميل، وأرجع محللين العوامل الرئيسية إلى عمليات الإغلاق في الصين بسبب كوفيد، كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد 19 في الصين، والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم. النشرة الاقتصادية انتهت، نعود لنذكر بعناوينها. انعدام السيولة يسبب ركود وكساد في الحركة التجارية في الأسواق السودانية. شمال دارفور تحذر من مخاطر انتشار آفة الجراد على المحاصيل. دخول شركات جديدة في مجال إنتاج الذهب في عدد من الولايات. نتمنى تقبلوا تحياتي وتحايا فريق العمل، إلى اللقاء.